استقبل عصر اليوم رئيس الوزراء بايمي باتاكي البير وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور البلاد بهدف متابعة المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي. كان ذلك بحضور وزير التخطيط وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي. تقرير الزميلة فاطمة الزهراء أبو المحلي. تقوية ودعما للعلاقات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، تجيء هذه المقابلة التي أجراها معالي رئيس الحكومة بايمي باتاكي البير مع وفد الاتحاد الأوروبي البرلماني في إطار متابعة وتنفيذ المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالدعم الإنساني والاقتصادي والاجتماعي للاجئين والنازحين المتواجدين في بحيرة تشاد جراء الأزمات الإرهابية وغيرها من الحروب التي شهدتها دول الجوار، مما أدى إلى نزوح الكثير من سكان المنطقة. وخلال هذه المقابلة التي جمعت رئيس الوزراء مع وفد بحضور الأمين العام برئاسة الوزراء والمدير العام بمكتب رئاسة الوزراء، أكد الوفد البرلماني بأن البلاد لعبت دورا مهما في مكافحة ظاهرة الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي، مؤكدين في الوقت ذاته بأنهم سيقفون بجانب البلاد ماديا ومعنويا من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب. وهذا الأمر يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الأمنية الفعالة، كما يحتاج أيضا إلى تضافر جهود الجميع. من جهته رئيس الوزراء بايمي باتاكي البير شكر وشجع الوفد على توطيد أواصر العلاقات بين الحكومة والاتحاد الأوروبي. يذكر أن مثل هذا التعاون يؤتي دفعة قوية باتجاه مكافحة ظاهرة الإرهاب.